السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم المطبخ العربي مع نسرين كويزين دو نسرين. لا فيديو تاع اليوم البنات حنجيب لكم طريقة كيفاش نخللو الفلفل هذا الحار. هنا عندي الفلفل حوالي 2 كيلو، البنات غسلتهم ودرت لهم الخل، وكيف على بالكم لازم يتنظف مليح. عندي حبة تاع الليمون، ما عنديش بزاف انا الليمون، عندي غير حبة، وعندي كمية تاع الجزر. هنايا عطل الجزر، يعني عندي كاس خل، يعني 200 ملي تاع الخل، وعندي 3 مغارف ولا 4 تاع الملح. البنات انا باش نقول لكم يعني كملاحظه، انا متعوده نديرو في بيدون عادي، يعني اللي نشرب به الزيت ولا الماء متعوده نخلل به، ما يصرالو حتى حاجه. هنا هذا يعني تاع الزيت او قعد فيه شويه تاع الزيت، ما يصرالو والو. والله البنات صدقوني شدنا اكثر من 3 سنين عنده هذيك القرمشه. دوك نبداو بسم الله البنات ونوريكم الخطوات. هنا البنات نجيبو هذوك شرائح الليمون، ندخلوهم شويه من نديرو، يعني انا قلت لكم عندي حبه اللي عندها بزاف ليمون ندير بزاف، انا ندير غير شرائح صغيره تاع الليمون. وهنا البنات هذه هي الفلفله تاعنا الحاره، يعني نفتحها غير هكا شويه من تحت وندخلها. صدقوني وقسم بالله البنات هذه الوصفه تاع طتاني يعني صاحبتي صفا بزاف، وشدت لي 3 سنين على بالكم البنات، 3 سنين وقعدت فيه هذيك القرمشه. وشنو هذاك العام درنا كونتيتي ولا غير 3 سنين. من بعد هنايا نقعدوا نديروا كميه تاع الجزر، يعني هكا نخلطوا. وما تنساوش البنات ما يخفلكمش بلي نديروا حبيبات تاع قولوا لي فصوص تاع الثوم، يعني نديروا فصوص تاع الثوم باش يعطينا النكهه، ونديروا ورقه تاع الران. دوك انا نجيب الثوم ونرجع لكم دقيقه، كنت نسيتو. هادو هما البنات يعني فصوص تاع الثوم حوالي 4 ولا 5، انا نخلي يعني ندير شويه منه ونخلي 3 من فوق. تخافش البنات حوالي يعني 2 كيلو يجيكم قد في بيدون تاع 5. واللي عندها يعني علب تاع زجاج دير، واللي ما عندهاش قلت لكم البنات اقسم بالله العظيم غير اكثر من 3 سنين قعدنا في بيدون هكا، يعني بيدون هذا. بصح وشنو البنات لازم يقعد لكم حوالي 10 ايام ما تفتحوهش خلاص، بعد ما تغطوه يعني من تحت من فوق ديروا له الزيت، ما تفتحوش خلاص وتحطوه في مكان بارد، يعني اذا الحوش تاعكم بارد ولا حتى في الحمام عادي حطوه في الحمام في بلاصه يكون فيها رطوبه. واذا كان المطبخ تاعكم البنات ما نوصيكمش تحطوه فيه، باسكو علاه سخانه ديما الكويزينيير ولا الفرن شاعل، انتم تعرفوا يعني المكان البارد تاعكم وتحطوا فيه. نكمل حبيباتي كامل الكمية ونحط الجزر ما ننساهاش. احنا الجزر اللي عندها زيتون دير زيتون، اللي عندها الكورنيشون دير الكورنيشون. احنا الجزر ينقص من يعني الحرور من الحار تاع الفلفل، يعني ديروا هكا وعملوا هكا باش يهبط لنا وتكفينا الكمية. نكمل انا كامل الكمية اللي عندي ونرجع لكم الخطوة الثانية. وهنا البنات شوفوا بعد ما عمرناه كامل كما كنت تلاحظوا، دوك هنا نحطوا هذوك شرائح تاع الليمون من الفوق. اللي عندها ليمون بزاف قلت لكم دير اكثر من حبه، انا والله ما عندي، عندي غير هاد الحبه. دوك هنا حبيباتي واش ندير؟ الكاس تاع الخل اللي قلت لكم عليه، بسم الله الكاس الاول تاع الخل هنايا باش تشوف، ندير 4 ملاعق كبيرة تاع الملح، 1، 2، 3، 4، ندوبها البنات في الماء بعد نرجع ليكم. هاو البنات الملح اللي درناه في الماء، ونهبط كامل يعني الكمية اللي عندي.
ونبدا نضيف المتاعي حتى يتعمر كامل البيدون. عفوا البنات انا قريب نسيت رند ولا ورق غار ولا كاين يقول لها ورق عصا سيدنا موسى، كل واحد واش يقول، احنا نقولها يعني رند هكا. معليش باسكو راهو انا يابس، ندير حوالي ثلاثه ولا اربعه نكمل نعمرها كامل بالمتاعي ونرجع لكم. شوفوا هنا حبيباتي هكا، هنا واش ندير، نجيب الزيت اول حاجه دقيقه نحاول كيفاش ندخل هكا بالملعقه. نشوف، شوفوا هنا البنات يعني هذاك الملح وقعد لي ما شتوش، نزيد نهبطو باسكو كلش في الحساب. دوك هنايا طريقه نغلق هذه باش تهبط لي دقيقه، ندير لها هكا. شوف الماما واش، شوف دوك الماء هذاك او يتحرك مع الخل كامل. دوك هنايا شوفوا نلقاو الماء رخصنا، شوفوا وين هبط، كان افون شوفوا وين هبط. دوك هنايا البنات يعني هذه هي الخطوات لازم تتبعوها، والله البنات تحصلوا على واحد فلفل مرقد وعليه الكلام. نزيد ندير هاك، نحاول كيفاش، شوفوا دوكا كي راه الماء تاعو بيان. دوك هنا نزيد شويه، البنات ما ديروش صبعكم خلاص من بعد يعني بعد ما تفتحوه كامل ما ديروش صبعكم، جبدوا غير بالشويه. شوف وكي يبدا يطيب البنات كيفاش تعرفوا باللي بدا يطيب لكم، هاو يهبط الفلفل تاعكم يبدا يهبط للتحت والما تحسوا باللي من فوق. شوفوا هنا يا حبيباتي واش ندير، هنايا نجيب الزيت تاعي، حبيتو زيت زيتون حبيتو زيت عاديه كيما تحبوا، ونجيب هنا فيلم اليمونتير. هكذا يعني باش نتاكدوا انه الهواء ماهوش رايح يدخل خلاص في البيدون، ونغلقوا عليها ونخلوها مده قلت لكم 10 ايام حتى الاسبوع يطيب لكم. بصح نتوما خلوه 10 ايام في مكان بارد. البنات انا ان شاء الله نوريه لكم في فيديو خلاف، يعني هذا الفيديو نحطه لكم من بعد ان شاء الله نوري لكم في فيديو خلاف يعني كيفاش نرقد الفلفل ديالي يعني.